الاسم اخويا امين مستعار. المستعار ان شاء الله. اخويا امين القلب عامر. اخويا القلب عامر وعقل حابس ولا اله الا الله. ان شاء الله دابا ربي يفاجئها قبل ما يعودنا امين كل شيء داي معاه باش ربي يفاجئها ليه. مرحبا امين تفضل. ولكن من نصمد لدك جوج اللي قبل ما زاد يقع لي الخبر. والحمد لله فاش تسمع مشاكل الناس تقول الحمد لله انا احسن. وي تقول مشاكلي انا اهون منهم. داكشي اللي كاين. مرحبا امين تفضل عاود لي داكشي اللي بغيتي احنا تنسمعوك امين. الحمد لله اخويا على كل حال. المهم صوتي مبدل ياك. صوتي مبدل ولا بغيتي تدخل تاكد في اللايف تدخل؟ لا ما نتاكد من والو والو مستقيدك معروف اخويا. الله يكبر بيك الله يحفظك شرف لي. انا اخويا كنت دائما نتبع القصص ديالك وديما كنتفرج في القصص ديالك وما صراحه الله عمري زعمت انني ندوي في اللايف وعمري دوز في اللايف. مرحبا. ولكن واحد الخضريه عزيزه عليا نيت ثاني عارف المشاكل ديالي هي اللي نصحتني قالت لي راه السيده دونا والله قلت لها راه كنتفرج في القصص انا راه القصص صراحه كيبكي وكنتفرج فيهم ولكن عمري جربت قالت لي جرب زهرك. مرحبا خويا تاج فوق الراس. الله يكبر بك اخويا بدر بارك الله فيك ربي يخليك اخويا بدر. انا دري ولد عاود ولد العربيه فهمتي ابتديت وكبرت في عربيه ابتديت اسره فقيره الحمد لله ما عندناش وما خصناش الحمد لله وكان انا وخواتاتي وخوتي. المهم قريت الا دير الكيت امين حيدو ولا ما ديروش ديرو يكون احسن باش نسمعوك واضح الكيت. لا ما دايروش ولكن ما عنديش دابا حدايا دابا ما كتسمعيش مزيان. واخا نحاولوا نسمعوك ماشي مشكل. اها كمل لي امين. قلت لك هي هذيك دابا مع كبران مع احنا غير في الدبوا عندنا القرايه غير حد الابتدائي. المهم هادشي ما فيه لا مشاكل لا والو شي كنعاود كاع كتصدي عليه وصافي. عندنا حيت الابتدائي كنقراو واحد الابتدائي ومن بعد عاد كنمشي عندي 13 عام مشيت كريت في بلاصه اخرى هي فين قريت من الاعدادي والثانوي 6 سنين ديال الاعدادي باب ما بين الاعدادي والثانوي. من بعد درت لافاك درت عام ديال لافاك ملي درت ديك العام ديال لافاك باللي انا راه كما قلت لك في الاول الوالدين ديالي ما في حالتهمش وكبار شويه في العمر حنا بين السد الخوت وما قدرش يصرفوا عليا انا في لافاك نقرا في بنو طفيل لافاك ديال بنو طفيل ديال القناطرة اللي تعرفها. كنت داير بيولوجي حيت انا ما كنتش نقرا مزيان كذا وكنت باغي نقرا مثلا وندخل داكشي ديال التحاليل الطبيه داكشي ديال تخدم في ليزابوراتوار وداكشي اللي كان هذاكشي اللي كنت باغي زعما. قريت ديك العام اخويا ما عجبنيش لا يدي لا فاك كان ديك الساعه كي الله بدا دوك الاسئله بالتعاقد كنلقى كلشي تلاقو صافي دبرت سال العام دبرت على خدمه خدمت دوز واحد 3 سنين في واحد المدينه خدام عاوتاني من بعد تحولت لمدينه اخرى. دوز فيها 5 سنين ديك المدينه الاخرى ثاني خدام بخير وعلى خير ترونكيل مزيان. من بعد اخويا هي هذيك دوز 5 سنين خدام فيها مزيان العام السادس هي فين عاد تقلب حياتي وحيبدو المشاكل. العام السادس قبل ما نتزوج غير بواحد شويه انا دابا انا اللي كنصرف على الدار انا فهمتي كنصرف على راسي وكنصرف على الدار وكنصرف على كلشي من جيبي فهمتي راك عارف شي صعوبة كبيرة نقول لك حتى 5500 درهم هي اللي كتصرف بها على جوج ديور وكذا وخصك توفر بها هنا وخصك توفر بها وانت عارف الوالدين كبار الوالدين ديالي راه جوج فايتين 60 وعندي الوالده مريضه مرض مزمن. هي هذيك اخويا كنت قبل ما نتزوج واحد شويه مع واحد البنت الناس الله يعمرها دار هي اللي واقفه معايا دابا في كل شيء وهي اللي خرجت ليا من هاد الدنيا كامله. احسن حاجه خرجت ليا من الدنيا كامله هي ديك بنت الناس الحمد لله جات وقفت جنبي في جميع المشاكل. قلت لك هي هذيك اخويا مع كان وقع لي واحد المشكل في الخدمه ما نقدرش نقوله هذا حيت ماشي اي مشكل هذا بدايه اتفريشه. كان قال لي واحد المشكل في الخدمه لدرجه انني كنت الا ما
الا ما خلصتش داك المشكل، الا ما فكيتوش، الا ما فكيتوش في النوار، يقدر يقرا انه يصيفطني نريح في الدوار، رجع للدوار، رجع ما كاين لا خدمه ولا حتى شي حاجه. يعني كان يقدر نخرج من الخدمه ونضرب شويه ديال الحبس في ديك المشكل. ديك الفلوس اللي كنت جامعها حطيتها كامله في هذيك المشكل، وكنت داير انا ناوي ندير العرس في ديك شهر 12. اجلت العرس، درتو في الاخر ديال شهر واحد، تزوج في الاخر شهر واحد، تزوج على داكشي اللي كتب الله، فرجت الدوار ديالي. المهم ما فرشتش فراش، المهم عايشين قاضين. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا، الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا، ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك. وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا، ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير، وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك، والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. غرض الحمد لله قد غرض بخير وعلى خير. يعني اخويا من بعد صافي غادي عايش عند ديك الاصول ديالي، كنقسمها عليا ولا موال الدار، ولا الا كان شي دول الوالده، ولا كانت شي هادي، ولا كانت شي هادي، غادي ما كنوفرش كاع. يعني لو وفرت في الشهر، كنوفر واحد 1000 درهم، ولا ما كنوفرهاش كاع. وعلاش كنت كنوفرها؟ كنت كنوفرها باش نشري راسي العيد، ونشري الموال الدار تاعهم، نشري لهم العيد. غادي اخويا حياتي باخر وعلى خير، كل شيء مزيان الحمد لله، قانع باللي عندي باخر وعلى خير، عايش مخير الحمد لله. المرأة بنت الناس ما كتطلب حتى شي حاجة، ما كتطلب حتى شي لعبة، حتى الخروج ما كتطلبوش بزاف، مهنياني بكل شيء. حياتي غادا ستابل، حتى واحد النهار اخويا هنا فيها يبدا المشكل. واحد النهار خرج اخويا، خرج داير ما عليا ما بيا، انا واحد الدري صاحبي، والدري ولد المدينه، ولدك المدينه اللي خدام فيها انا، بلا ما نقول سميت المدينه، ولدك المدينه اللي خدام فيها انا، خرجنا انا وياه دايرين، حتى هو خدام معايا نيت، خرجنا دايرين اخويا معاك، ما كاينش المدام وداكشي، شي 10 ونص ديال الليل، ما كاينش المدام في الدار، وداكشي المدام كان عندهم شي مناسبه عندهم في الدار، صيفطتها عند والديها، عندهم شي مناسبه صيفطتها. خارج داير اخويا، تقضيت شويه ديال الديسير بحال هكا، هزو في يدي باش نجي زعما راك عارف 10 ونص الليل، عاد جيت ضرب ديسير شويه ديال الديسير وتنعس صافي، ما كانش المادة، ما جيت ضرب الديسير وتنعس باش غدا نمشي للخدمة. غادي كنتمشى اخويا، كيتصاطح معايا واحد الدري، تصاطح معايا بحال هكا، قلت له خويا غير شوية، بدا يقرب مني الاخر باغي يدابز، شميت فيها انا شي حاجة مشتلها، ريحة سكران وما عرفش شنو ضارب، المهم ما كيعقلش على راسو، ما عقلش على راسو كاع. ومع ثلاثة دراري اخرين، الدرب صاحبي اللي معايا رجع جوج خطوات اللور، واحد شوية مع شابوت مع شابوت شنق عليا، ما هرب، حيت هو ولد المدينة عارف وعارفني معاه من تلاقيت، يعني بشي واحد خايف وجبت الشرعة، داخلين خارجين الحبس. يا هذيك ما هو عرف مع من تلاقيت، وعرفني مع من طحت، وعرفني هرب، وخا صاحبي هذا وكان بإمكانه دير لا حوايج، هرب، والدنيا عامرة بعباد الله، وتا شي واحد ما فك ما نطق ما تا شي حاجة، كان أنا وياه مني منك جبد عليا المنظر. أنا شوية خويا مع سبورتيف شوية، في الأول كان كالي على راسي، باش ما يقيسنيش، كان كالي غير على راسي باش ما يقيسنيش. هو خويا والو ما بغاش يتهد كاع، حيت ما كان على راسه ما بغاش يتهد. الاخر وليت انا باش نفلت ديك الليله، ما كنقولش انا دابا الا ضربني الشعم ولا ولا كنقول انا الا قتلت غنمشي للحبس، ولا ضربني شي ضربه خايبه والله الله يحفظ ومت، لما نخلي والديا اللي كبار، لما نخلي خوتي اللي انا اللي كنعاونهم، لما نخلي المراه، يعني فهمتي كتبقى تفكر، كتبقى وجهك الف التفكير، كتبقى حماقة صافي، كتبقى تقول كيفاش نتهنى من هاد المشكل هذا، كيفاش نتفك من هاد المشكل. يا ولد اخويا ديك الساعة مش شو ما غاديش تردع، ضربتو شي ضرب خايب شوية، المهم باش نبروكها زعما، صافي زيت الطاكس، صافي ضربتو بحال هكا،
طاح حتى دوك الثلاثة الدراري اللي كانوا معاه ما تدخلوش، ما تدخلوش، ضربتوش الطاكسي زيت الحالي سبحان الدار، سبحان الدار. الغد له كيتلاقى انا الدري صاحبي اللي خدام معايا اللي هرب، انا كنقول له شتا راجل اللي كتهرب بحال هكا وصاحبي هو كبير وعندك 27 عام وكتهرب صاحبي وكذا، قال لك ما عرفتش مع من طحتي. عارفه شكون قال لي هذوك اللي كنطلق هذوك عندهم الغبره البيضاء بحال الدكيك، هذوك عندهم هذه بحال هذه، هذوك عندهم هذه بحال هذه. قال لي رد بالك وحضر راسك. هادشي انا ما قلتوش للمدام، انا الطبيعه ديالي انا اي مشكل ما كنعلم به لا المدام لا خوتي لا ما نضطر لتا شي واحد، اي مشكل كنخليه بيني وبين راسي، يا يتحل يا ما يتحلش. هذا هو هذا مشكل فيا صراحه، هذا مشكل فيا وصراحه الله هذا مشكل فيا، كيف خصني بعض المره خصني نعلم، ولكن انا كندير هذا الغلط. هذا حاجه مزيانه، ما كنحسب لي راسي راه كندير حاجه مزيانه ولكن راه غلط. من هنا خويا تقلب حياتي ستة من داك الانسان اللي الله يعمرها دار عايش حياته مبرع بخير ما خصو حتى شي خير، الواحد الانسان معاه هرب اكتئاب الخوف وشلال الحوايج. انا نكمل النهار الاول دا السالم، النهار الاول ورا ديك الحادثه دا السالم ما كاين حتى شي حاجه. النهار الثاني ما انا خارج من الخدمه، ما انا خارج من الخدمه ما كنلقى مرا معاها شي خمسه الدراري شي مضروب في وجهه شي طاير له حاجب شي طاير له نص في الحنك كل ودن كل شي وجوه غير مخسرين، غير تشوفهم تخاف، لا ما تدو معاهم غير تشوفهم تقلب الطريق وتخلع، غير تشوفهم تقلب الطريق وتخلع. عيطوا جا عندي واحد قال لي اجي معايا خويا واحد الطريقه شي وقفت حدا مو قلت للدري قلت لي انا ولدك وعقسلتي، قلت لي ما صالحش تاي ثاني على تاي ما راك عارف انت راك قدرت تكون عارف ديك الاجواء ديال دوك عباد الله هذوك ما عرفتش باش انا عمري تلاقيت بهم وعمري صادفتهم حتى يكتب لي المكتب هذا الشيء. قال لك اسيدي هذا الشيء معنا للطبيب، مشيت معاهم للطبيب الدري طايح كوما، قال لك اسيدي انا هرست له ضلعه جنبه ما عقرتش، انا ضربته انا ضربته للجنب، مشيت ضربته انا بغيت نبلوكيه، بغيت تدافع على راسك، بغيت نبلوكيه ما هنوش عندي. ضربت واحد الضربه للجنب قال لك رست له شي طلعه ولا دخلت له شي حسيره في شي لحم ولا ما عرفتش داك الشيء ما عرف. هما ما عندهمش عرقه، هما ما سوقهمش، هما لا بغا يموت يموت، هما اصلا ما سوقهمش مخصم الفلوس الصرف. خرجت اخويا بحالي، خرجت انا وخرجنا هما خرجوا قلنا خرجنا على برا دوروا انا حتى حط لي موس في عنقي شي كل واحد فيقوه شي حطوا لي في جنبي. المهم ما عندي ما ندير، واخا نكون هو محمد ربيع ما عندي ما ندير ديك السحف. حطوا لي الماس دوروني بالماس حطان لي الماس، ما عندي ما ندير، لا اله الا الله. خداو لي لاكارت ناسيونال، خداو لي لاكارت ديال الخدمه هادشي اللي خداهم لي. قالت لي ديك المراه اللي معاهم اللي ادى بانها مو ما عرفتش انا واش مو بصح ولا شي وحده معاهم نيت. اسمح لي نقاطعك، لقيت الادمين مصيفط لي الخدمه ديالك بصح ديك الخدمه اخويا زعما راك ما عرفتش نقول كمسؤول وشي حاجه ما فهمتش، ما عرفتش كيفاش نوصلها، ولكن بغيت تقول زعما راه قادر انني ندافع على راسي بالقانون. فوالا قادر تدافع على راسك بالقانون ولا نحوها ليا شنو هي؟ الا قتلوني يعني فوالا، ماشي الا قتلوك يعني قادر انا مثلا يعني ما عرفتش كيفاش نوصل لك، ما عرفتش واش نقدروا نقولوا الخدمه ولا لا. اي فهمتك اخويا، فهمت. لا بلا ما تقول الخدمه الله يرحم الوالدين فهمتك، ولكن انا نشرحك السياسه. انا بامكاني نبقى نتقاتل معاهم حتى يوم القيامه مع ما يصغر مني فهمتي، وبامكاني انني ندير لهم شي لابلانات اللي نشد منهم بزاف تاع عباد الله. ولكن عيد سبعوك في الحسن فهو يقتلوك، ولما قتلوك شنتان راه يشوفوا معك شي واحد يقدروا نحوه، حيث أصلا
اصلا واحد السيد كنعرفو انا، واحد السيد كنعرفو انا عنده شركه ديال الرمايه وداك الشيء. المهم لاباس عليه، لاباس عليه بالمعقول. شدوا لولدو شي وحدين وقالوا له بغينا واحد الثمن، واحد المقدار ديال المال، وجد لهم داك المقدار ديال المال ياك، وداز عند الدارك حيت بحكم المنطقه ديالنا فيها غير الدارك. داز عند الدارك قال لهم شنو شنو شنو، قال لهم راه نمشي نتلاقى معاهم في البلاصه الفلانيه، من نعطيهم الفلوس نجوم تشدوهم. وصل لديك البلاصه عيطوا ليه قالوا له بلا ما نقول سميتو، قالوا له السي فلان، قال لهم ايه، قال لهم انا في البلاصه الفلانيه جبت السخيره، قالوا لا مابقاش خصنا السخيره، قالوا له سير للبلاصه الفلانيه راه ولدك تما مقتول، ديه سير دفنو الله يعاونك. يعني اخويا هذا واخا تشد شي واحد منهم ولا رجع يقرا حسيفه فيك يقدر الله يحفظ اديرك. يعني هادو عصابه. انا مشيت، انا اصلا قبل ما من بعد انا نكمل انا جايك الهضره. من الدوليه الوراق وطلقوني دابا انا مع غريب في المدينه، مشيت سولت واحد الدري كنحلق عنده ديما راه كيعرفني، فهمتي، كيعرفني باش خدام كيعرفني بكلش. ومشيت سولت واحد السيد كان تفضل عنده الحوايج، سولت على فلان، على واحد السيد، عاودوا لي تاهما شي قصص، عاودوا لي تاهما شي قصص، تبقى غير حل فمك. قالوا لي هادوك غير فوتهم، قالوا لي شوف كيف الدري تنقل من هنايا تمشي شي قنتي هكذا، وانا بحكم الخدمه ديالي ما يمكنش لي انا نيشان نتنقل، راك شتي الخدمه ديالي هذيك، ماشي نجي نقول لهم انا باغي نتنقل. لا صعيب صعيب، فهمتي، يعني على الاموات تصنع واحد العام. هي هذيك اخويا من شدوا لي الورق، قالوا لي سير هاد التاش طبرنا 30 مليون. اش كنضحك انا، قلت لهم حنا حتى السبيطار 30 مليون ما عنديش، بغيتو دابا ندخلو السبيطار، ها انا ديرو اللي بغيتو ندخلو دابا للسبيطار، نسمح حنا باقيين حتى السبيطار. وانا ما باغي نمشي قيصوني حيت اخويا مشينا اللي عنطي انا، واخا انا كنت ندير راسي بيان سور، كنت ما تبعني لا مسؤوليه لا حتى حاجه، راه نوصل معاهم فين ما بغاو، فين ما بغاو نوصل معاهم. ولكن اخويا راه الوالد عندي مريض، مرض مزمن، شتي الا سمعتني انا مثلا عمي ما كنجاوبش، نعطيك غير مثال، بعض المرات كنكون قدام ما كنجاوبش، وكتصوني على المدام، مثلا كتصوني على المدام كتلقاها حتى هي مشغوله ولا شي حاجه، ما كتشوفش التليفون، كتبقى كترعد كتبقى كتزير، لدرجه انني وليت فين ما كنت خصني نجاوبها، فين ما كنت خصني نجاوبها ونقول لها قطعي، هادشي على ابيل. وعاد نزيدك، عندي واحد المعزه سبيسيال عند والدي، واحد المعزه ما كاينش بحال عند والدي، علاش؟ حيت عمري غيرتهم في شي كلمه، وهما عارفين ان انا من ديك النوع، مثلا عندي 100 درهم والوالد محتاج ولا الوالده محتاجه نعطيها له كامله ونمشي انا، وكيقول واش عندك؟ عندي الحمد لله. عندك فلوس؟ عندي الحمد لله. ما خصك والو؟ الحمد لله كلشي كاين، فهمتي؟ كنكون يعني كنكون في أسوأ الظروف كنقول لهم بخير الحمد لله، ودابا كيصونوا عليا نضحك ونقول لهم الحمد لله بخير وعلى خير، كلشي مزيان، كلشي هو هذاك، ما خصني حتى خير. وانا خويا راه ما يعلم بيا غير الله، انا الناس ما كناش كاع ملي كنحط راسي على المخده كنبقى كنخمم. نكمل لك اخويا، منين داو لي الوراقات؟ دابا منين داو لي الوراق؟ من داو لي لاكارت الخدمه ولا كارت ناسيونال. قالوا لي اخويا داوهم لك فاش وقفوا عليك؟ هو امي قلت لك ما خرج من السبيطار، موس في الجنب، موس في العنق. وداو لك حتى الوراق؟ داو لي لاكارت ناسيونال ولا كارت الخدمه. قالوا لي سير ديكلاري، سير دير اللي بغيتي. قالوا لي المهم حنا عارفين خدام، وعارفين فين كتكون، وعارفين عليك كلشي، الا ما حضرتش هاد المقدار ديال الفلوس وريقاتك غنديروا لك بهم شي حاجه اللي غتبقى تابعك حياتك كامله. راك عارف يقدروا يديروا بهم شي جريمه، يقدروا يلوحوهم في شي وسط شي غبره، يقدروا
ديك الساعة كان طاحت لي ببالي حاجة واحدة، غنمشي نديكلاري بأنني طاحوا لي الوراق، غنمشي نديكلاري بأنني طاح لي لا كارت ناسيونال ولا كارت بروفيسيونيل. وصلت حتى الباب ديال الباب باش نديكلاري، حتى الباب باش نديكلاري، ورجعت بحالي. قلت هادو ما معاهمش لعب، هادو غيحمقوني في حياتي كاملة، وغادي يوقع شي حاجة اللي غنبقى ندم عليها حياتي كاملة، ويا ريتكم ما سبعتش عقلي. حيت دابا انا ماشي غير ندمت على حياتي كامله، انا ندمت على الزياده ديالي الله يسمح لي. هي هذيك اخويا صافي اش غندير. بقيت كنفكر واحد اليومين، قلت انا وجد لهم فلوس وهذا هو الغلط اللي درت، هم وجد لهم فلوس ويبعدوا مني. 30 مليون مشيت عند 30 مليون اخويا. أسكت. الغلط ديال الحمار وما يديرهاش حاجة، الحمار وما يديرهاش حاجة، ولكن أنا درته الغلط لا يعذبني في حياتي. ولكن أنا ما خافش على راسي أخي، عباشي الآخر أما كان بإمكاني نوصل معهم أبعد حدود. اللي كان بإمكانه يقول أنه عندي عايدي كلاري وعايدير 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 وعايدير، رقم بإمكاني ندير هادشي كامل. ولكن كو كنت ديال راسي، ولا كو كنت ما خايفش. انا قلت شنو قلت، انا قلت ديك 30 مليون قادر انا نرجعها، ولكن حياتي ولا يأذي شي واحد عزيز عليا ولا شي حاجه بحال هكا ما غاديش نقدر نرجعها. لدرجه ديك الفتره اخي قبل ما نعطيهم الفلوس راه كنت كتقول لي مادام نخرجوا خرجت معاها مره واحده واحد، ما بغيتش نبين لها والله تغادي، وكان طال ورايا غادي وحاضش كل غادي وحاضش كل اللي بالي قرب لي شي واحد. ودابا راه من شهر 6 الاول ديالو حتى تسوق عليه في الاخر شهر 5، من شهر 6 في الاول ديالو ما خرجش مع المدام. كتبغي تقضي شي حاجه نقول لها سير قضيها، كنبقى نقابلها بالتليفون سير قضيها، نبقى نقابلها بالتليفون. وهذا الشيء راه ما في خبارش كاع، هذا الشيء حتى لحد الآن على عرق فاس. قبل من اليوم بشي سيمانة كنت كنقول لها المشاكل، وكنت كنربط كل شيء بالمشكل اللي وقع لي، اللي قلت لك وقع لي مشكل في الخدمة قبل الزواج. كنت كتقول لي مالك وليتي مزير ماديا بزاف وداك الشيء، ومالك كتسلف بزاف. منين جبتي دوك 30 مليون تسلفتي؟ أنا جايك. كنت كتقول لي المدام منين مالك وليتي مزير ماديا بزاف ومالك كتسلف بزاف مع الدراري. كنت كنقول لها هذيك المشكل اللي كان وقع لي قبل الزواج، والمشكل دابا تعاودوا لك الاضمان بشرى راه في خباره. كنت كنقول لها المشكل اللي وقع لي قبل الزواج راه باقيين كيجبدوه عليا، داكشي علاش باقي كنخلص الفلوس وداكشي، وانا ما كاينش داكشي ديال المشكل وداكشي. انا عندي مشكل اخر ديال هاد العصابه هذه وهاد التخربيق هذا. هي هذيك اخويا صافي. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، ونرجعوا منين جبت الفلوس. الفلوس اخويا دبرت مع الدراري صحابي، مع انا كنت مزيان مع كلش. انا كنت شنو، انا كنت مقابل غير والديا ومقابل حياتي وصافي. انا ما كنت طامع لا في طوموبيل لا في دار لا في حتى شي حاجه. كاين معنا هنا الدراري راه البلبر ديالهم كيديروا كريدي كونسوماسيون ولا كريدي ديال لوجمون، كياخذوا الديور عارف انت، كياخذوا الديور كيكريوهم وداك الشيء، كياخذوا الطوموبيلات راك عارف انت الحياه ديال هاد ديال هاد الخدمه هادي. الناس ديال راك عارف حياتهم. انا خويا كنت باغي غير راحه البال وباغي غير نعيش بخير. ما عم تخيل انا البيرمي لحد الان باقي ما درتوش. علاش؟ حيت ما نطمعش. البيرمي راه حاجه سهله، راه اسهل حاجه في الدنيا هي البيرمي. انا باقي ما درتش حيت ما كنتش طامع لا في الطوموبيل لا في حتى حاجه. طامع باغي نعيش حياتي هاني. ديك الفلوس كنقول الفلوس راه دارت غير باش تسهل لينا الحياه، ماشي دارت باش تكون هي حياتنا وكنموتوا عليها. بس غير باش تبسط لنا الحياه وصافي. الدراري هنا كان اللي بغى شي حاجه كنت كنقضي له. مثلا بغى بلان 5000 درهم كنت كنسلفو، لدرجة واحد الدري راه سلف 2.5 مليون، رد لي على 3 سنين ورد لي طريطات 1500 درهم. ما كيرجع لك بلان الفلوس على طريطات بحال اللي ما سلفتيهاش، ما غيزعقاش عليها فمشات.
هي هذيك جات عند الدراري هنايا كنقول لهم عندي مشكل عائلي، كنسلف من عند هذا ونقول له عرضت لك من سيمانه، كنسلف من عند هذا ونرد له ونقول له عرضت لك من شهر من هنا 10 ايام، حيت لا قلت له عرضت لك مثلا من هنا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا شهرين يعني بوكو يسلفك. جمع ديك 30 مليون جمعتها كامله، جمعتها كامله في ظرف يومين، حيت اللي مشى عنده ما كيردنيش، اللي مشى عنده ما كيعاودش معايا الهضره، كاين اللي كنقول له لا عندي لا مشكل لا والو. درت واحد الدري مسكين راه مسلفني 5 مليون ونص، وما سولنيش ديك اللحظه لا لا مشكل لا حتى حاجه، حيت انا كنت مزيان معاهم فهمتي، فمهما ما يقول لك انا ندبر 30 مليون في يومين مع الدراري صحابي الا راك مزيان راه ما غاديش، ما كاينش شي واحد دابا يسلفك حتى 10 درهم. وانا كنت قلت لهم هنا كنقول البنات هنا سيمانه نرد لك من هكذا، المهم تهنيت من ذوك مسخات الوالدين ديك جوج الشرات تهنيت منهم، طيتهم الفلوس خديت الوريقات، خديت الوريقات صافي ما عاودوش عطاوني وريقاتي ما عاودوش داروا بيا، ما عاودوش داروا بيا ديك الساعة صافي. دابا ولات حكاية أخرى الكريدي هي ديال الناس اللي كيسالوني الفلوس. أنا بطبعي كنخاف من الربا، ولكن 30 مليون كيعدر لها ما عندكش الحل، ما عندكش الحل. بقيت كنقول واحد التفكير عن قلب شي واحد مثلا يسلفني ويصبر عليا مدة طويلة، وفي ديك اللحظة هذيك اش كندير؟ بحال مثلا خويا بدر انت سلفتيني وداير معاك سيمانة، عاد وصل ديك السيمانة نمشي ندبر لك مع عند واحد اخر عرض لك انت وندير مع الاخر سيمانة. المهم كانوا في الكلمة، بقيت هكاك شهر 6 وشهر 7 وشهر 6 وشهر 7 حتى الاخر شهر 7، وانا كندبر من هنا ونرد لهذا وندبر من هذا ونرد لهذا وندبر من هذا ونرد لهذا وكيقيسني هذا. المهم غادي ديك 30 مليون كنرحلها يلاه نقص من جد مليون، المهم بقات لي 28 مليون كنرحلها، مره كيسالوني هادو مره كيسالوني هادو مره كيسالوني هادو. المهم درت على اي واحد عرفتو في حياتي كامله صافي تقاضى لي الجهد، قصدنا زعما اسمح لي غادي نقولها قصدت العابه زعما كنقول زعما راه ملاعقين هادو عيطيني وصبر عليا وندير معاه وعد ولا شي حاجة ونطيح الشيكات ونطيح كلشي، لدرجة أنا نقصت واحد قلت له نطيح شيك على بياض شي لعب بلا ما نذكرو لا السميات لا حاجة، قلت له نطيح شيك على بياض، شيك على بياض خليه عندك ترجع لك فلوسك ترجع لك رزقك، ما بغا حتى شي واحد صافي شد الدنيا كاملة، ما كاين الله يرحمك كاين اللي يعاونك، ما كاين حتى شي حل. مشيت عند البنكة صافي الباب الاخرى، هزيت ورقاتي وقلت لهم شنو الورقات اللي خصني نجيبهم لكم، دوك الورقات اخويا اللي طلبوا لي كل شيء سهل الا واحد هي رصاصة الصالير، رصاصة الصالير جات لهنايا قلت لهم بغيت ناخذ رصاصة الصالير، جات لخدمتي قلت لهم بغيت ناخذ رصاصة الصالير، قالوا لا الصالير خصك تجيب لنا اتصاص دون انغاجمون من البنكه يعني ما عندك حتى شي كريدي، هذيك ساهله جبتها وجبنا ريفو بونكار ديال 3 شهور الاخرى. مشيت اخويا نجيب ريفو بونكار ديال 3 شهور الاخرى فيه 40 ورقه، كدرت المعاملات اللي درت ديال ديك الفلوس ديال خد من عند هذا ودوز لهذا دوز من عند هذا وخد لهذا دوز، كنتي تدوزهم من البنكه باش كندوزهم من البنكه والبنكه اللي خدام به والبنكه اللي مربوط الحساب ديالها مع الخدمه وهي الوحيده اللي عندي الحساب، وكنت مخدمه بلا كنت خدام غير بلا ابليكاسيون، جبت مع خويا جبت ديك الوراق ديك 40 ورقه ديال رول في بونكر ديال 3 موا، جبت اتصاص نو انغاجمون حطيتها لهم في الخدمه وقلت له بحال هكا ما بحال هكا الدري اللي عصاب ليا السيد اللي عصاب ليا، المهم هو كبار مني وداك الشيء راجع ليا وداك الشيء اللي عيصاوب لي هادشي، شاف الرول بالبونكا بقى كيشوف فيه ويقول لي اجي يا سي امين،
سي أمير راه سميها مستعارة مش سميتي أمين. قال لي أجي واش باغي تخرج على راسك؟ قلت له لا. قال لي هدرو في بونكير لوصل عندهم خدمتك هي الأولى تصيفطك غيبقاو تابعينك فين غيبقاو تابعينك في هادشي كامل وقدروا يتهموك بتبييض الأموال هذه قلت له راني حاصل راك عارف السياسة ديالي في الخدمة كاملة وكلشي في الخدمة عارف السياسة ديالي ديال أنني كنتسلف مع عباد الله ونرد لواحد كنت عارف أنني كنتسلف مع عند فلان ونرد لفلان وكلشي كيقول لي خي أمين أنت هذا الشيء ماشي ياك شنو وقع لك ولكن أنا العاود تابقى يضحك عليا بنادم وبنادم راه ماشي كلشي كيسمع لك بقلب طيب وكل اللي كيسمع لك غير باش يدور بك الحتيت صافي هي هذيك اخويا قلت له دابا شنو المعمول قال لي شوف عاد تمشي تحل الكونت اخر وتصبر له 3 شهور ولا غادي تصبر على الكونت ديالك 3 شهور وكادر معايا عوض الله 3 شهور 28 مليون يا ديك جاو عندي شي دراري عرفوا القضية شنو فيها عرفوا بأنني ما يمكنش لي ناخذ كريديت ديك الوقيته هذيك حيت خدمة صغيرة وكلشي صغير وكلشي عارف وكلشي فهمتي يقدر هذاك اللي قال لي راه بغيت راه تخرج على راسك اللي دفعتي هاد الورق هذا هو بنيت اللي قال للدراري قال لهم قبل ما تسناو كريديت راه شنو واقع ليه جاو عندي وقفوا عليا قالوا لي بغينا فلوسنا قبل 10 في الشهر 10 في شهر 8 احنا ماشي سوقنا فيك وخا صاحب انت راك صاحبنا وحبيبنا وخونا ولكن الفلوس كتعايب ورا بصح بغاو فلوس قبل 10 في الشهر حيرت انا ما لقيت حتى شي حل مشات المدام شافت واحد السيده كتعرفها راجل عنده شركه وداكشي دارت معها تسلفنا 14 مليون حيث 14 مليون هي اللي كانوا مزيرني فيها في ديك 10 في الشهر و14 مليون اخرين بغيناها في 28 في الاخر ديال الشهر يعني ما دوز الوصول ديال شهر 8 مشيت عندك السيده اللي راجل عنده شركه ريحت معها فواحد البلاصه انا والمدام وداك الشيء وليداتها وريحنا انا وليدات صغار ريحنا معهم في واحد البارك قالت لي شوف انا غادي نسلفك أنا غادي نسلفك 14 مليون غنسلفك 14 مليون وعدر معايا اعتراف بيدين عند محامي وعنديرو الشيكات وعنديرو كل شيء قلت له أنا ما عنديش مشكل قلت له أنا تشيك على بيض نعطيه لك أنا بغي غير نتفك وأنا ما بغيش العين معايا بغض الله وكاين اللي جا عندي كاين اللي جا عندي أخي بدر وقال لي دوك الدراري اللي كيسالو كنكرهم ما عطيك حتى شي واحد شي شيء كنكرهم أنا ما أنكر حتى شي واحد أنا وخا نكرهم والله شهد عليا انا كيسالوني تقول لي عطاني واحد درهم الا عطاني بلان درهم غنقول له عطاني درهم واخا انا ما مسلفني بلان كيقول لي مات مزير راسك ما كتحمق ياك ما عطيهم الشيكات كنقول انا مستعد دابا الا لقيت شي واحد اللي يعتقني نعطيه الشيكات اسيدي نغرق انا غير نرجع لبنادم فلوس انا نعطيه الشيكات حتى ناكد ان ما يخرج كريدي عرض لبنادم رضو كاملين ولكن بنادم هنا تا هو مزير تا هو عنده ظروف تا هو الله يحل العوان مثلا واحد دابا واقف على الزواج وعندي فلوسه وانا خايف بادر والله ما نكذب عليك والله ما نكذب عليك دابا انا اخويا عندي 22 درهم 22 درهم اللي عندي ومرتي مشات تسمع واحد السيده من عائلتها وخدامه في الميراج باش تجيب لي غير باش نصرف كمل الموضوع ديال هاد السيده اللي قالها تسلفنا 14 مليون هاد السيده اللي قالها تسلفنا 14 مليون صافي هضرت مع الناس اللي كيسالوني هضرت مع واحد الريسبونسابل عليا طبعا خميس يكون عندك فلوسك انا 14 مليون زعما اللي مزيرين وفيها الدراري الخميس عتكون عنطول بنادم فلوس هي هذيك صافي بخير وعلى خير كل شيء مزيان صافي انا جدك ساك بحال اللي شي واحد يلاه تزاد اخويا بطرات هادشي هادشي داز نهار الاربع اللي داز واليوم والبارح كانت الاربع دابا راه فات 12 الليل دابا دخلنا في الخميس
يعني داز عليه سيمانه، جيت اخويا بحال يلاه تزاديت، عشت احلى ايامي من ديك الاربعاء حتى نهار الحد. احلى ايامي نهار الحد مع 12 الليل كيكون لي ميساج من عند راجل السيده، السيده اللي كتعرف المدام. سلام خويا امين كدار بخير، انا صافي مزيان. انا رجعت عند المدام وقلت لها بغات تسلفك شي فلوس كذا 14 مليون كذا كذا. قال لي وانا نجيك الصراحه، انا راه عندي الشركه في ازمه، راه كنت مخبيها على المدام وكنت مخبيها على كذا ومخبيها على كلشي. راه مي جات قالت لي مي جات قالت لي بغات 14 مليون بحال بحال ضربني الضو، وصيفط لي هو شي تصاور ديال انه عليه 6 مليون كريدي. هو براسو على 60 مليون كريدي. صيفط لي، المهم صيفط لي الدلائل كاملين، زعما راه ماشي بغا يتهرب ولا شي حاجه، ولكن راه لا اله الا الله. حتى هو كان في ازمه وكان مخبيها وكان مرسو. هضرت مع المدام قالت لها ما لقيت فين ندير وجهي، ولكن اختي حنا رحنا في الازمه، حتى هما راهم في الازمه نيت. ايوا دابا وانا بقيت حاير مع عباد الله. دابا غدا بنادم كلو كيقول خصو فلوسو، بحال واحد دابا انا نقراك ميساج مصيفط ليا الحساب غدا خصو فلوسو، صيفط ليا خويا امين ها رقم الحساب ديالي. المهم غدا صيفط ليا السخيرة، انا كنفيق معطل ما نفيق نلقاها في الكونت. موضوع صعب صراحة، وموقف صعيب ولا صعيب يتحط فيه شي حد. انا خويا واخا كنعاود ليه دابا كنقول راه ما عاودتلكش كيما خصو تعاود، حيت داكشي اللي فيه انا خويا اللي حط فيه شي واحد. راه نقول لك شوف ديال الحبيب ما يتمناهمش الواحد العدو بقى على الحبيب. أول حاجة هي الصحة، أول حاجة هي الصحة، أن بنادم يكون كيسالف، بنادم يكون كيسالف، وخصوصا إلا كان بنادم بزاف. واش خبارك أنا دابا راه مكنش عاج الضو، حيت المدام مكاينش هنا مكنش عاج الضو، الضو ديال داري مكنش عالوش. علاش؟ باش بنادم ما يعرفش راه في الدار ويجي يدق عليا. واش غنخرج نقول له عندي 22 درهم؟ انا ما واكلتش في كرشي، انا الحمد لله كنت خلص مزيان، ولكن والله ما واكلت في كرشي، والله ما واكل شي يوم اقسم بالله الا وجبه وحده. ماشي ماشي مش ما عنديش باش ما ناكل، وما قاد ما قادرش ما قادش شي اخي بدر. الا لقى شي واحد اللي يسلفني دابا، لقى شي واحد اللي يسلفني درس ما خليت فين درس، ما خليت فين درس، مشيت قصت الفيلات، مشيت قصت بنادم الطوموبيل الماتريك زعما على برا، ما خليت ما درت شي. من نهار لحد نهار عرفت ديك الخبر، نهار عرفت ديك الخبر بان السيد راه وقع له سواء وقع له فايت سواء راه ما عندوش، من تما وانا كنخرج نقلب كنخرج نقلب كنخرج نقلب والو اخويا ما بغى حتى شي واحد. اشي انا كنقول لهم سلفوني، مثلا كنقول لهم انا دابا عليا كريدي ديال 28، كنقول لهم سلفوني 28 مليون نرد لكم ب 40 المهمه 3 شهور ولا 4 شهور. فلت غير من هادي كاين رصيفه الادمين، واش رصيفه شي ميساجات راه بنادم كيقول لي امشي عندكم لداركم. انا الا مشيت عند دارنا نمشي نحفر قبر الوالده، ولد ما يجاوبو ولا ولدك اللي كيقول لك بخير وعلى خير وكتهضري معاه وكيقول لك انا الوالده راه مخير، انا راه عايش حياتي عايش كملوكيه. اللي يمشي يقول لبنادم انا راه كنسال ولدك مثلا باش المليون، ولا كنسالو مليون، ولا كنسالو 6000 درهم، واحد اخر يقول لك كنسالو 5000 درهم، واحد اخر يقول لك كنسالو 2000 درهم، واحد اخر يقول لك كنسالو 3000 درهم. الوالده شنو يطيح لها بالها اوتوماتيكمون؟ ولدي وقع عليه شي حاجه، ولدي ما غاديش يتسلف هاد الفلوس كامله، هو ما طمع حتى في شي حاجه في الدنيا. ولدي انا اكثر واحد كنقول
انا كنت غادي بعض المبدا ديال الفلوس كتسهل الحياه، ماشي الفلوس هي الحياه، الفلوس كتسهل الحياه اه، ولكن الفلوس راه ماشي هي الحياه. شتي انا كون كانت عندي 22 درهم وما غاديش يعيط لي حتى شي واحد الو امين بغيت فلوسي، ولا يجي يوقف عليا غدا ولا شي كذا، والله اخويا بدر ما نتسوق الدنيا وشنو فيها، ونضحك وننشط ونفرح. ولكن اخويا راه لا اله الا الله. انا تنقرا الميساجات اللي تيصيفطوا لك. قرا اخويا هذاك اللي بالعربيه، هذاك اللي مكتوب بالعربيه، هذاك كيقول لي غادي نمشيو لداركم اخويا بدر. وغير باش تعرف راه المصيبه ديال ولاو كان قلت لك شحال من مره كنصبك ويديروا لك الشوها يبقاو يحشموا حتى، ولكن انا الوالد ديالي حشم باش الوالد ديالي حشم تيخرج تما، يعني حشم تيخرج داك الدوار، وراك عارف الناس الدوار راه كيكون كلشي عارفك من الصغير للكبير. عندي سمعه عندي سمعه كبيره في داك الدور، عندي سمعه كبيره في داك الدور، ومعروفه ليا زعما كندير الخير وداك الشيء. من نهار كيجيو ولاد البلاد نهار سبعه بغيتي تصيفط لك سبعه فهاد الشهر، سبعه فهاد الشهر اللي داز هاد الشهر صيفط ليا سبعه فهاد الشهر. شوف اخويا بدر باش تعرف، باش تعرف الشخصيه ديالي، باش تعرف انا الشخصيه ديالي كي دايره، قرا الميساج اللي وراه بالعربيه اللي جاوبتو انا، جاوبتو انا وقلت له انا ما دايرش هكا، شوفوا راه يهنوه وشوفوا كيف كيهضر، كيهضر بواحد الحق انه معصب. شوفوا راه يقول لك شنو يقول لها، يقول لها انا كو كنت عارف كدير هكا ديال، انا كو كنت عارف داركم فين هنا واحد هذاك اللي انا كنت عارفك دايره هكا، ما نعرفك ما دايرش هكا، نعرفك ما دايرش هكا، نعرف الظروف اللي عندك وكل شيء فايت، ولكن باش كتسد التليفون وما كتجاوبش هادشي راه كيخلي بنادم يحط افكار ديال انك نصبتي عليه، وكتقول ليه كتقول ليه دير اللي في جهدك. اما فاش كتوصل معايا وتقول لي غير صبر عليا اخويا وكذا، واخا غير تكذب عليا عنده صح. وهذا خويا نقول لك هذا خويا، هذا خويا كيسمع غير 2000 درهم، يعني ما كيسمعش واحد المونطون كبير. واخا دابا اللي بغى، اللي بغى يتواصل معاك امين ولا يعاونك ولا شي حاجه، ونعطيوه الرقم. عطيه الرقم اخويا، وانا شوف انا غادي نقول لك، غادي نزيد نقول لك اخر حاجه اخويا اللي غادي نطلبها منك. الله يرحم الوالدين، الا سمعني شي واحد وبغى يسلفني انا مستعد، مستعد نعطيه الثمن اللي بغى يسلفني، الا بغى بالفوائد نتسلف من عنده اللي بغى، اللي بغى. شوف نتفك غير من هذا المشكل، نتفك غير من هذا المشكل، وانا مستعد نعطيه الضمان اللي بغى في 4 شهور نرجع له رزقه كامل، واذا ما رجعتلوش رزقه كامل ها هو الفيديو راه يبقى عندك يشهد عليا ويدير لي ما بغى ويمشي في ما بغى. اقسم بالله الى راه غير الزمان والظروف اللي درت لي هكا، اقسم بالله كون ما كانتش حياتي في خطر والتهديد ديال الاسره ديالي كامل في خطر، اقسم بالله ما نوصل لهذا. ولا بغى شي واحد يتعامل معايا اسيدي انا ما عطاني حتى شي درهم، تيسول هادو اللي مسلفني كي داير امين، هادو اللي مسلفني سولهم كي داير فلان. ديك الساعه نقول له انا سميتي وكنيتي وسميت الوالد وسميت الوالده ونطيح الحاله المدنيه كامله، ويسول هادو اللي مسلفني كي داير انا، انا كي داير سولهم عليا. واخا اللي بغى الرقم د امين يتواصل معنا عبر 0@espace.hella.ee، اكتب لي بغيت الرقم ديال امين. امين فريمون انا حاس بان الظروف اللي تدوز منها صعيبه بزاف وموقف صعيب صراحه، ولكن اللي غنقول لك ربي راه ما يسد لك بابك غيحل لك بيبان، وان شاء الله ربي غيفاجئ عليك. تسمعني امين؟ امين. نتمنى كاع الناس تضيف لك كومنتار، كل واحد اللي ما قادرش يعاون على الاقل يعاود يدعي معاه باش ربي يسهل عليه ما صعب، كاع لي كومنتار كلشي يدعي معاه
نعم اخويا امين. خويا بدر تفضل. الا بغى شي واحد نصيفط لك الريف ديالي. لا نعطيهم ديريكت الرقم ديالك باش تبقى انت معاهم على تواصل. الله يرحم لك الوالدين اخويا بدر. كاين اللي بغى يطلقك اللي حيت راه بيان صوره تتهضر على مبلغ ضروري ما يمكنش شي واحد ضروري يبغى يطلقك يبغى يشوفك يبغى يعرف شكون انت ولا فهمتي. انا والله ما عندي مشكل. الشيء اللي بغى يعاونني اسيدي ما يعطيني ما يعطيني حتى شي درهم تيهضر مع الناس كاملين تيشوف كل شيء بعينيه. نتمنى اخويا امين انا ربي انا ربي يسهل عليك وانا ربي يعوضك وربي يدير لك اللي فيها الخير ونتمنى المهم انت درتي السبب والكمال على الله. نتمنى ربي يفاجئ عليك وتعيط لي شي نهار وانت فرحان والله خير امين. هذه زعما تنقول لك من قلبي حيت عرفت بان الموقف ديالك صعيب. اقسم بالله خير امين كنقسم بالله والله شهد عليا وفي هذه الليله هذه هو قريب الفجر كنقسم بالله نفلت غير من هذا المشكل هذا وترجع حياتي لطبيعتها. اقسم بالله اذا نعيط لك اخي امين اخي بدر واي واحد عنده شي مشكل في هاد الناس اللي كيهضروا معك اقسم بالله سنتعاون معك باش ما كان عندي. كنقسم بالله حيت انا دوزت الحزه وعارف الحزه. اقسم بالله الا عارف الحزه اقسم بالله الا عارف الحزه ماشي كنفتخر براسي ولا شي حاجه. اقسم بالله اخويا دابا ياك دابا ما عندي حتى حاجه. اقسم بالله الا كندوز كنشوف شي وليد في الزنقه ولا شي حاجه هادشي ما خصوش يتقال هادشي كيدار لي وجه الله. ودابا اخويا انا راه ما علم بيا غير الله وكنشوف شي واحد محل اقسم بالله كنطيح داكشي اللي اقسم الله عندي في جيبي ولا اقسم الله اللي اقسم الله كنقسم معاه. راه اخويا راه صعيب صراحه. شوف الحمد لله اخويا شوف اخي امين ان شاء الله غتفرش شحال قدامها تبقى ضايقه ولكن ان شاء الله غتفرش شي نهار. كل شي واحد من العائله ولا شي واحد يساعدك من توا سمعتيني امين العائله والو زعما كاين اش اخويا العائله اخويا دقيت باب من واحد بواحد كنعاود لهم مشكل كنلقاهم كيجمعوا به تعيط لي واحد الدري صاحبي واحد الدري ودعم تعيط لي قال لي خي قال لي خي امين ما تبقاش تعاود مشاكل في العائله صاحبي راه كانوا كيسحب لهم انت لاباس عليك ودابا راه ولاو كيهضروا فيك بزاف لدرجه صافي انا قلت العائله لدرجه انا مشيت عند واحد عمي قلت له واحد عمي قلت له سلفني 10 درهم كان في العرس ديالي كنا بقينا مريح انا وياه كان قال لي انا بغيتي جوج ثلاثه مرحبا الف مرحبا غير درنا شي طوموبيل كذا 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 كان قال لي واش واخا قال لي خاصك غير طوموبيل كنت دابا ما كنفكرش فيها ولكن ان شاء الله دابا نديروها. قال لي خاصك جوج ولا ثلاثه نتعاونوا معاك درنا شي طوموبيل صافي نبقاو نفوجوا معاك. ودابا محسس بهذا المشكل مشيت عاودت له التفاصيل مشى كيعاودوا لخواتاتو مشى كيعاودوا للعائله تعيط لي انا الدرب دعمتي قال لي اخويا انا وياك كابرين بحال خوت ما تبقاش تعاودنا شكل في العائله سير عاود لبراني العائله راه الحسد والحقد. تزيد اخويا انا ما كابرش حدا مولاي الدار ما كابرش حدا العائله راه قلت لك انا ملي كان عندي 13 عام راه خرجت كريت على برا وخرجت كريت ودابا انا ما كنت داخل سوق راسي وداك الشيء كاين اللي كيسحب له راني مكبر كاين اللي كيسحب له راني ما كيعرفش بلي انت كيدي وجي معايا الهضره وكيعرف راني حوايجي نعطيهم لك اخويا هاد الهضره اللي ما خصهاش تقال ولكن انا عندي واحد اختي مزوجه ولكن ما فحالهاش واحد اختي مزوجه وما فحالهاش. واحد الايامات كان العيد كبير شريت الماي للدار العيد ياك بقات لي 1500 درهم بجيبي وكانوا دوزوا لنا وكانوا قديمه هذه قديمه شويه وكانوا دوزوا لنا لاصوق كانوا دوزوها لنا قبل دوزوها لنا هما نهار 16 يعني عاد تكمل داك الشهر هذاك والشهر الاخر ما تخلصش وبقى لي 1500 درهم بجيبي
صمت لي الخضريه قالت لي راه خصني باش تكسل وليدات وكذا، الا عندك شي حاجه سلفها ليا، الا عندك شي حاجه سلفها ليا، عندي 1500 درهم. صافي صيفطت لمورا نطر عندي 1500 درهم شي، صيفطتها ليها، ما بقى عندي حتى حاجه في جيبي. دبرت مع صحابي باش مشيت دوزت عليه مع مولا نطر، وبقيت كندبر من هنا ومن هنا، انا نتمحل انا نتمحل، كنقول انا نتمحل وما يتمحلش والدي وما يتمحلش خوتي، ولكن في هذه اللحظه هذه راه الا ما فكيتش هذا الامر هذا راه ماشي غير اللي نتمحل، راه نتمحل انا، يتمحل والدي، يتمحل خوتي، يتمحل كلشي. اما انا مستعد نتمحل، انا مستعد نتمحل، انا مستعد نتمحل، انا الا لقى شي واحد يعاوني، لقى شي واحد يعاوني انا مستعد نطيح الشيكات ونطيح الشيكات على بياض ونتكاتبوا انا وياه عند الاخر ونزيدوا الا كان عندي شي. مازالش غلط، مازالش تزيد في الغلط يعني بالنسبه لي، عرفتي علاش؟ شيك على بياض وعلى هادشي، هادشي راه تيزيد تصدق في مشكل ما كفس من هاد المشكل هذا. خويا راه كيتسدوا البيبان كاملين في وجهك، كتبقى تشوف تقدر تسدوا البيبان، ولكن عاوتاني باش الموضوع عاوتاني يولي عاوتاني بلاص ما تطلب 30 تولي عاوتاني تقول يا ريتني كون بقيت غير في 30، فهمتيني؟ عشان نقول لك امين، نتمنى الناس هادو اللي تيتفرجوا اللي بغى انه الرقم ديال لولا قادر انه يساعد امين يتواصل معايا برا الصفحه الرسميه بي ا دي اخ او اسباس اش اي ال اي لي، يكتب لي بغيت الرقم ديال امين. كذلك تتمنى لي كومونتير في هذه اللحظه كل شيء دعمها باش انا ربي يفاجئ عليه. تيقول لك غير 40 مستجابه، حرك الالاف ديال الناس انهم يدعيو، تتمنى كل شيء دعمها امين والله من قلبي. عارف الموقف اللي انت محطوط فيه هو صعيب بزاف، ولكن والله تربي كبير غاطي يا اخو، تدوز شي فتره في الحياه اللي تتهرس فيها وتتقول وان شاء الله ربي غادي ترجع لك غير ذكرى وتضحك عليها، ان شاء الله ترجع غير ذكرى، الله يفاجئها لك والله يخلص دوك الناس اللي كانوا سبابك. امين امين اخويا، نتمنى ربي يخلص دوك الناس اللي كانوا سبابك. تنشكرك بزاف وتنتمنى ان شاء الله تعيط لي قريبا نلقاو بان هذا المشكل تحل، ونتمنى انك تعيط لها فاش يتحل هذا المشكل. والله تنعيط لك اخي فاطمه، اقسم بالله الا بحال مرحبا والله مرحبا، حيت انا بصح غنبقى عاقل على قصتك وغنبقى عاقل على ما نساه الصراحه، داكشي باش نتمنى انا ربي يسهل عليك وربي يفتح لك اللي فيها الخير، يفتح لك البيبان اللي فيها الخير ويدير لك اللي فيها الخير. واخا امين اخويا، الله يرحم لك الوالدين اخويا، الله يسهل. كما قلت لكم اللي بغى الرقم ديال امين يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه. شكرا لك امين لانك شاركتي معنا القصه.